اليوم احنا يوم 31/7 من نازناز من جاليري السيدة مراتب، ونريد نحكي شيء يخص التراث الشعبي العراقي، يخص العادات والتقاليد العراقية السابقة، وهي فشتمال العروس. فشتمال العروس اللي تكمل لنا أم محمد. فشتمال العروس هو كل عروس عراقية، أو بالأحرى أكثر الناس المتمكنين كانوا يودون للعروس يعني ويا الجهاز هذا الفشتمان ما الحمام. فشان يصير هذا الفشتمان؟ يتكون من الحرير وقطع فضية يعني تقدير العروس واحترام، لأن يعني العوائل العراقية تحب أن تحترم العروس. يعني العروسة يعتبر هذا من المهر أيضا، يعتبر مهر، يعني يعتبر مهر فضة حتى بوزن بي زين، فهو شيء حلو. وبنفس الوقت كان العراق يستورد هذا الحرير من الهند. الحرير من الهند زين. التجار العراقيين يجيبون للهند، في العوائل يعني اللي متمكنة تروح تشتري حتى تقدم للعروسة. هذا طبعا قطعة أصلية، سابقا العرايس يوم الحنة مالتها ياخذوها للحمام. صحيح. فمن تروح للحمام تكون هاي وياها ويا، بس شوفين شوف الصياغة، هذا كله صايغين على شكل قلوب وعلى شكل طرر زين. هذا يروح، وكنا نعرف البيوت قبل سابقا ما كان كلها عندها حمامات الا يروحون الحمام السوق، وكانوا السيدات بالاسبوع مرتين يروحون للحمام. نروح اسبوع نروح مرتين للحمام السوق، خبل الحمام السوق، فكان يروحون. وهذا يروح قطعه ويا ايضا، هذا يعتبر من مهر العروس، هذا يعتبر من مهرها. وهاي قطعة أصلية حرير الفضة هنا تشوفون، هذا كله يعتبر احتراما وتكريما للعروس، واحتراما وتكريما لحياتها الجديدة. هذا يقدم وياها، شوفي صبرينا إياها كلها ماما أم محمد لزميها، خلي نصورها. هذه قطعة أصلية، وطبعاً إحنا نشكرها لأم محمد لأنه محتفظة بهيجي قطعة، حتى هذه من تروح العروس تلف على جسمها. وهنا أنا معلومة، هنا أنا مع العروس ناعمة. إيه؟ مع العروس ناعمة. ليش؟ لأنه قصير، شوف يعني العروس الطويلة الخشنة يكون الفشتمال مالتها أكبر، هنا مع العروس ناعمة. إيه؟ عروس ضعيفة قصيرة رشيقة. هذه شقد يطلع عمره برأيك أم محمد؟ والله أنا إذا الله ما كذبني صار لي 30 سنة هذا عندي. أنت عندك بس هو خلي نقول يعني خلي نقول هذا تقديرا له، وحسب الابحاث اللي كوناه عنه هذا يعتبر قطعه بالمئه 120 سنه هذا عمرها. واللي يريد من اهل الانتيكات يعرف اكثر خلي يضيفون هو من خلي يضيفوننا هم هم معلومات، وضيفوننا قولولنا اللي عندهم معلومات عنه ايضا يعطونا اياها، لان احنا نتشرف بهم، نتشرف بالعكس، لان هم كلهم اعزاء علينا. الف شكر. وانا اشكرك هواي حياتي حبيبتي. هذا اللقاء الجميل. أشكرك أنت حبيبتي حياتي. الله يرضى عليك. الله يحفظك عزيزي.